تسجيل اندلاع حريق على مستوى فرع الكاترينج أي مصلحة تموين تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وهذا على الساعة الثانية صباحا. المعطيات الأولى أعطتنا ليبلي أنه ما فيهش خسائر بشرية والحمد لله، إلا أن هناك خسائر مادية اللي وقعت على مستوى مصلحة الإنتاج. الخطوط الجوية الجزائرية قامت بتشكيل لجنة متابعة اللي باش تعطينا مصدر اندلاع هذا الحريق. في الوقت الحالي اللجنة راهي تعمل في موقع الحريق هذايا وباش تنتج الأسباب ومخلفات الحريق. فيما يخص برنامج الرحلات، نطمئن مسافرين الخطوط الجوية الجزائرية أن ماهوش هناك إلغاء للرحلات أو تعطيل. البرنامج حيكون عمل على حسب الجدول الزمني تاعو حيتنفذ. عمال الخطوط الجوية الجزائرية فرع الكاترينج يسهرون على توفير وجبات أدابتي بالنسبة للرحلات القادمة.